مثلا خرجت دابا غادي عند مول الدروكري نشوفو بعدا نعطيه شي حاجة شي أمانة وناخد شي بريزات إلا هو عندو بطبيعة الحال. أنا وصلت لعندو قريب ليا للدار ديالي. واخا تصورتو ماشي مشكل، يعني نتوما البنات ها هو راه صافا قالوا لي الحاج راه ما تتكريديش، ما عندكش الكريدي عاد تفلح صحاب العزالة. المهم ها هو ديال الشهر التومضي غادي يشوف ليا. المهم راه باقا عندي الحسيبة كثيرة ما تنتقدا ديما ما عرفت شحال. المهم هادو واخا تقلعتهم من الوالدة ولأن يخلف الله من جهة أخرى هاد الفلوس ديال السلعة جبتهم لأن السيد دايرة معاه من الشهر الشهر. وراه كانت هي معنا كانت معنا. واه تنديرو ديال الصوص خاصني هاد السلعة هادي ها. المهم ومازال يلا شوف لي خويا شوف. مالو؟ على قاسم هو سيري زاره في ادريس ما خلصت غادي نعطيك لا عرفت ادريس ادريس في اللوحه اللي وجهك خايسه ديال 45 هادو خاصين يوسف هادو نركبهم انا راسي صافي وشوف لنا الا كاينين دابا الله يرحم الوالدين قال لك كي دايره الحمد لله راه سيدي هاد العام اختي صبا انا غنحيدو من هنا 1000 درهم اللي بغات غتبقى 1000 درهم راه غتبقى بحال 50000 ريال اللي غتبقى صافي نكملها وعاد نهز ان شاء الله. برافو 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 ياك حتى تنكمل صافي جوج سلوه هذه الهضره ديال الرجاله الحمد لله اللهم لك الحمد الله يجيبنا معاك الصوار وعاد ناخذ سلعه اخرى ثاني توصل واحد الشويه ثاني كثير واحد الفيديو ديال الكري هبط ورا ذكرتك في واحد الفيديو والبال قلت لهم راني كنتقدا من عند المعلم من عند الحاج الخضر اللي ما تيقش يسول تيحسب لهم دابا واش كاين صحاب الحسنات تيقولوا لي لا راه ما هز لا كريدي لا والو هذوك كنعطيهم لك الفلوس الكرا ديال السوق سجل مع الوالده يلا قول لي شي حاجه. المهم ها هما هذا غيشوفوا لي دابا التربيين باقيين هادو ديال البيت ديال نادى البنات يدخلهم للحساب راه شو 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 كتب دير عاجبه الحال صافي حتى تيجيب لي دوك الذهبيين شوف غتشوف لي الا لقيتيهم صوني عليا في التليفون دوك الذهبيين صافي يلاه جمع لي دوك زيدهم على البون داك الحساب باش نمشي بحال باقي حكا ديال ثلاثه باقي دروكري العد بارا فارماسي تتفرنسي هادشي علاش تتلاصقي فيا هادشي علاش تتلاصقي فيا هانتوما شي يغسل الحيط ويلصق الحيوط ويقاد شي قاد الوجه ايوا اختي قالت لك تلالي اشنو اخر ثاني واش هذاك الكران ديالو كاين بلاش تسيبو يا كنتي قلتي ماشي الكريم قلتي عا باش تغسلي وجهك واش نعرف مع الكريم ديالو لا اختي حنايا شوفي لنا اللي خاصك شوف هذاك ديال الشمس حتى هو يلاه ديال الشمس وزيد في حالكم داركم الله يرحم لك الوالدين انا ومسالي ليا والله ما هضره ولكن على امي اختي ليكرون ديال الشمس ديال سيرابي لا لا نادا شنو شدي وانا يا مسكينه شديتها شويه ما غديش تجيب لك اشنو حتى نصيب داكشي اللي بغيت لحقت الشهاده راه ديال دراي سكين وانا راه وجهي راه اولي سكين انا بارك عليا ندي الشونتي خاصني ليكرون ديال الشمس ايوا ونديرو حنا هادي بلاتي انا واش عمرك ديني عافيه جابتي بنتي تقول لها ماريا اجي خذي اللي بغيتي انت دوزي وتفصل المهم كناخذو من بارا فارماسي البنات او فاس من هنايا مع السبيطار يلا باي باي الله يعطيك الصحه يلا سير داركم 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 جيت للدار جيت للدار المهم كيف ما شفتو مشيت عند الدروكري داكشي اللي قسم الله جبت البريزات انا طلع نقعدهم في بيت نادا غير هو جيت كنخدم هنايا شويه نادا حتى هي درنا ليها خاطرها تينوض ليها الحبوب في وجهها الى حبست عليه دوك لي برودوي داكشي ما عرفتش علاش كينوض ليها الحبوب في وجهها وهي يا واخا زعما كي كنقول لها سيري من بعد لا شي حاجه كتقول لك لا ماما فاش كيدير لها الحبوب النفسيه ديالها كتغير بزاف راكم عارفين هذا كيف دايره ايوا مشينا صبقتها
وجيت نخدم انايا هنايا واحد شويه في الكراج، وعاد نوض نركب لها دوك البريزات في بيتها ونشقى هكا شي شقيات. المهم كنحاول نتلف، والله العظيم البنات الا ما حاسه ليا غير اللي خلقني. ولكن دائما كنقول لكم دائما خاص يكون واحد التفاؤل والطاقه الايجابيه كتكون، ودائما خاص تكون واحد الامل في الله سبحانه وتعالى. المهم نتلف واحد شويه، واخا ما عدتي لا خاطر لا كان لا عرفتو، مريضه من الداخل. عرفتو الانسان فاش كيكون يجمع في الداخل، يجمع تيولي تراكم ليه داك الشيء، غير الله يحضر السلامه وصافي. ولكن واخا هكاك غادي نتلف واحد شويه هنايا، وعاد نطلع الفوق الكبيدات ديالي، وغادي لكم اختار غنولي تريسيانا، نولي نقاد في هذوك. كل يوم قالت لك الضو اختي ما معاش اللعب، هي اللي ضربني شي ضو ولا شي حاجه. هم غير لي كات غراهم بحالهم ساهلين، نطلع نركبهم. وديولي انايا راني كنتسنى في الولد باش يصوني عليا، على حساب لي كادغ. واه كنتسنى فيه يصوني عليا على حساب لي كادغ. كبيدات، المهم غادي نبارطاجي معاكم شويه ديال لي بات. شحال هادي ما بارطاجيت معاكم الطياب. المهم غادي ندير اختي شويه ديال الثومه مع شويه ديال الزبده يتشحروا. ماشي شحال من مره كنصايب هادي، كيكون عندي نوع اخرين ديال الحوت، ولاني ما كنصورهمش البنات. هادي المهم انا هنا خديت 125 غرام ديال الكروفيت. شوفوا شحال فيها 1 2 3 4 5 6 7 الكروفيطات اللي فيها. وي هي من اسبوعي سبعة الكروفيطات يا اختي. قشرتهم هنا حيت هذا الكري هذا، شوفوا راه فاش كيبدا يتصوطى كيعطي اللون الذهبي، ما كيبقاش كري. كيعجبني انا على الكروفيت الاخر، حيت حنا ما كيوصلناش بطبيعه الحال الناس ديال اللي في البحر، اللي حداهم البحر وحداهم المرسى، وداكشي مبار عليا يا اختي في الحوت، لان عندهم داكشي زويون وكيكون الكروفيت كبير، يعني واخا الغوص كيكون كبير. حنايا تيجيبوا لنا اختي هذاكشي المدكدك وداكشي صغير. دونك كناخذ انا غير هذا الكري هذا قشرتو، وهنايا سميتو انا غادي نديرو هنا باش يتشحر ليا. والقشور ديالو احتفظت بهم، كنديرهم في ميكا، كنبقى نجمع حتى كنجمع بزاف، وكنكرمهم في الفران وكنديرهم بودغ البنات، كنضيفهم بزاف. انا نوري لكم بودغ، هو عندي بودغ ديال الكروفيت. المهم نخلي بحال هكا يتشحر وانا نجيبها لكم. هو يا اختي البودغ البنات غادي نضيفو، نبداو يا اختي نشحرو هنايا. شو الكروفيت كيولي غوز. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه، ندير شويه ديال الابزار، غادي نجيب لا كريم فريش، هنايا بطبيعة الحال البنات لو غادي نضيفو النكهة ديال الكروفيت راه نضيفوها. شوية ديال لي بات اللي كتبناها
البنات هما يا البنات يبغيو فيها لاصوص ديال المطيشة. وغادي ندير شوية ديال الزعتر. كتجي بنينة. كنخلي هاد لي بات هادي غتشرب هاد لاصوص هادي شويه صافي. وغادي نطفي عليها ونحطها في طبيسين. غنصفينا هاد شويه هذا اللي بقى للبنات حيت هما ما كيبغوش فيه هاد لاصوص هادي يديروا لاصوص ديال المطيشه. شوفي بيتي واش عندي كبيدات دابا الغد ليه. شوفوا شعري كاين داير راه دابا الغد ليه البنات. المهم من الصبح كنت خارجه نترزق الله سبحانه وتعالى خدامه. وجيت دابا حيت البارح فاش كنا عند الدروغري راكم شفتوا كنت لقيت غير هادو في الكرينا. دابا غير الكري لقيت غير هادو وهادوك الدوغي ديالنا حنايا ما لقيناهمش صافي. اليوم ملي وجدهم صون عليا قلت ليه انا خارجه خدامه كنت في سوق السبت انا نعاود لكم شنو وقع. المهم ها هو جابهم قلت لي بلاتي من دابا الجهد بعدا نزيد ناخذهم. ايوا خديتهم غنبدا نلصق فيهم دابا نبدا نلبس في وسط الخدمه. انا وليت تريسيانا هادو حين ساهلين البنات. صافي وكيركو نادا قلت ليها ندير لك داك الكري غامق والكري وعاد هاد الكري. قالت لك لا هذا عندي انا في الابيض بحال الحيط خليه في الابيض صافي خليته. المهم تجيب السنون باش ندير واحد الفوق وندير نكفيهم. فاش بغيت نمشي درت واحد الورقه ودرت السيرو وقيت بحال دابا. يلا طلعي انتي طلعينا درت البنات انايا سميت ودرت ورقه ودرت السيلو بحال دابا البريزات ديال واحد حسبت شحال من واحد ودرت لي بريزات ديال جوج بريزات ديال ثلاثه. خاص هذاك اللي ديال الضو يتحيد باش يمشي لشي بلاصه اخرى. نطلع بعد ما كاهي المهم سي شتو البريز فين كاين البريز راه الفوق. نادي دابا البيت نور ها نور هنشوفو راني حيدت ليها ليزار وحيدت لها المخدات درتهم تصبنو ونشرهم دابا حتى نصلحهم ونقادهم ليها. صافي شنو اللي خاصها خاصها هنا ثلاثة البريزات ولكن هنا خاص هاديك النقاصة ديالهم ساروت النقاصة ساروت ساروت ساروت. غنشوف فينا هما خاص هنايا هنايا ثلاثة. المهم غادي داكشي اللي عرفت لي غادي نديرو هادي نسيتها خاصني واحد في الضو هادي نسيتها من ورا الباب كانت سهله وخاص لي بواني هما في الضو غير لي بواني كنتسنى مراد راه مشى لمراكش ونساني خاصني يمكن نبقى نصيفط ليه ميساج كل يومين نفكرو.
حيت ما كاينش هنا ما لقيناهمش في بني بلال فقيبه صالح لي بواني في الدوغي دونك خاصو الى هبط لكازا اولا لمراكش وعاد يجيبهم ليا. المهم انا غادي نقاد داكشي اللي لقيت ليه العباد ديالو اللي ما لقيتش حتى نشوف من بعد. البنات مشيت اختي ضربتها بواحد تدويشه تكيت واحد شويه ارتاحيت ونوض ضربتها بواحد تدويشه ومشيت نشفت شعري قاديت وعاود اختي باش باش نغير النفسيه واحد الشويه ونحس نحس بالانتعاش والحيويه لحقاش والله العظيم. شوفوا نقول لكم دائما البنات حاولوا الا كانت شي طاقه سلبيه محيطه بكم ولا شي حاجه هربوا هربوا منها لحقاش والله المشاكل والصداعات وديك الطاقه السلبيه وسميتو كتدخلكم كتدخلكم لواحد المتاهه ويقدر الله يستر عرفتي دابا شحال من وحده تكون في يعني يكون في الوضع ديالي انايا سميتو كلها راه شده كثير ولكن الحمد لله معايا رضات الله ورضات الوالدين والدعوات ديالكم الزوينين الكبيضات ديالي الله يحفظكم ليا. ايوا البنات مشيت قبيله عندي واحد الشغل مشيت لسوق السبت وما مشيتش للدار والله العظيم. ما غتقولوا لي لا خاصك ضروري تمشي ولا شي حاجه ماشي درك البنات حيت فاش كي هرب لك خاطرك من واحد الحاجه صافي كيهرب لك. انا عيبي بعيد وما كنوصل حتى شي حد وسميت وليني ينفو عرفتي كت بحالك وليت حاسه بحال راني غزايده ولا ما عرفتش ما عديتش البلاصه وسطهم ولا ما المهم ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها لكم ولكن صافي قيت الوالده مصوني عليا جاوبتها اوديو كنت ناعسه جاوبتها اوديو قلت لها السلام ماما لاباس عليك بخير هانيه بصح التليفون وردي ليه البال اللي تهرس لا شي حاجه حيت يهزو الدراري خبطوه ولا ما عرفاش كنت نعطي دوك التليفونات الاخرين ديما هي طافي ليها الشارج من الشارج ديما سميتو قلت لها ردي ليه البال صافي. وقبيله مع الصباح لقيتها كتصوني عليا كون عارفين دابا الواحد فاش كتبيع حيت تيبغى يبقى يتقادح معاك ويبقى قلت لها زعما مسالياش عافاك خاصني نخرج للخدمه صافي. وما دوزتش للدار تلاقيت بالسي محمد وبعواطف برا سلمت عليهم ومشيت جبت لينا من المدرسه انا السي محمد وصلت لقدام الدار قلت الله يعاوننا عنكم صافي نمشي وجيت بحالي لدار يعني نبقى محايده نبقى في اتساع نبقى اللي ما وصلت. وانا دائما الشعار ديالي البنات اللي ما وصلت بخيري ما نوصلوا بعاري حط داك الانسان وصافي ونبعد على الصداع ونبعد على المشاكل كاع الحاجه اللي تجيب لي صداع وتجيب لي المشاكل مع ديما ندير بها لان راحه البال اهم من اي حاجه في الدنيا. راحه البال عباد الله راه كتشرى بالفلوس بعد راسي كاين شي واجب نأديه كاين ما كاينش هاد الساعه خاطري هارب ليا يعني فاش كتشوفي ان شي حاجه تقلعت ليك وما بقيتي يعني بحال معدي لا انتماء لا والو. والبنات شكرا لكم الكبيدات ديالي الله يحفظكم ليا البنات اللي تكتبوا ليا تقولوا لي حنا هما عائلتك وحنا هما خوتك وحنا هما خواتاتك الله يحفظكم ليا والله يخلي لكم اللي عزيز عليكم والله يبعد عليكم شر الفتنه وشر الخلق يا رب العالمين الله يبعد عليكم العيون الحاقده والعيون الحاسده اللي تبغي تدمركم يا رب العالمين. بهاد الدعوات الزوينين البنات لكم وليا ولجميع المسلمين نكمل معكم اختي الفيديو ونمشي نشوف الا كاين شي ما نقضي نشوف بنيتي حتى هي نطلع عليها راه الفوق واش درها الجوع خاصها شي حاجه تاكلها ولا لا. وسميتو هاد ليزار باقي ما نمشيوش قلت لها قبيله جيبيها هبطي ليا باش نديهم للنصبانه يتصلحوا ويتقادوا قد لابسه الساعه باقي ما كملتش الكبيدات ديالي. يلا تهلاو ليا فراسكم السلام عليكم الله يحفظكم ليا باي باي.